يا رحمة، وعايزة أقول لحضراتكم، سيادة الرئيس كلف بعلاج رحمة، ورحمة ما تشليش هم لا 500,000 العلاج ولا حتى أي مبلغ أكبر من كده. خلاص ما تبقيش شايلة هم، لا انتي ولا اخواتك ولا الأسرة عندك خالص، وانتي إن شاء الله يا رب إن شاء الله هتتعمل لك العملية وهترجعي بنوتة زي القمر، زي ما كنتي وانتي كده زي القمر برضو، بس هترجعي تاني يا رحمة. ما تزعليش حبيبتي على اللي حصل، وهيتعمل لك العملية، وما تفكريش في انه علشان حالتك المادية مش سامحة ان انتي تعملي عملية بالمبلغ ده. اطمني، سيادة الرئيس استجاب، وسيادة الرئيس قمر بعلاجك يا رحمه، وهتبقي هيتعمل لك عمليه تجميل. بصي انا عايزه اقول لك بقى، يعني مش عارفه اقول لك ايه غير انه انت حد جميل وبنت في سن حلوه قوي، وهترجعي تشتغلي تاني وهترجعي تبقي زي القمر تاني، وربنا يبارك لك يا ست الريس ويرضيك ويرضيك زي دايما كده. ما في يعني ما بتخليش حد من اي مواطن مصري، سواء احنا بنتكلم اي حد على جميع المستويات، شاب طفل كبير محتاج انه يتعالج او محتاج انه يتابع علاجه، على الاقل يعمل عملية مساعدة ايا كان، وحضرتك ما بتتأخرش عنه خالص. بنشكر حضرتك جدا. رحمة يا رحمة يا رحمة. نعم سمع حضرتك. يا رحمة سمعاني حبيبتي؟ سمع حضرتك والله معاكي. صوتك بقى صوتك بيضحك دلوقتي يا رحمة حبيبتي. والله انا بجد مش عارفه اشكرك ازاي وحياه ربنا. حبيبتي صوتك بيضحك يا حبيبه قلبي. انا فعلا مش عارفه اشكرك ازاي والله. انا اللي سعيده ان انا يعني لما انت بعتي لي وتواصلنا معاكي وبعت لك الكاميرا، وسعيده ان انت هتبقي مبسوطه كمان. قولي لي بقى، اما دلوقتي سمعتي ان سيادة الرئيس استجاب وان شاء الله هيتم علاجك ومش هيبقى فيه اي، ما تشيليش هم اي حاجه، احساسك ايه بقى؟ كلميني. احساسي ايه بس؟ انا بجد فرحانه فرحانه قوي بجد وحياه ربنا. يعني انا بقالي سنه داخله في السنه كنت بتعذب حبيبتي. يعني انا فعلا الحمد لله الحمد لله والله ربنا فعلا كتب لي عمر جديد حبيبتي، وبشكر حضرتك جدا جدا والله. انا بعمل شغلي بس حبيبتي، ما بقى انت يعني تشكري سياده الرئيس. انا أكيد الحقيقه طبعا ما عملتش غير ان انا عرضت التقرير، يعني فكل الشكر كل الشكر ليه هو. ربنا يخليكي. اتفضلي ماما، اتفضلي. طب عايزه اتكلم حضرتك. يا ريت اديني ماما.